السلام عليكم. اليوم نروح نشوفوا أين وصلت الأشغال بمشروع نتاع مدرسة التكوين نتاع فريق مولودية الجزائر، لأنه الذي يقع ببلدية زيرالدا بالقرب من المستشفى الجديد نتاع زيرالدا، مستشفى الطب الجراحي الاستعجالي، وكذلك المركز هذا لا يبعد كثيرا على المدينة الجديدة تاع سيدي عبد الله، حوالي 2 أو 3 كيلومترات إذن على المدينة الجديدة تاع سيدي عبد الله. إذن هذه هي نشوف الصور، الحالة تاع الأشغال اللي راهي حوالي 50%، إذا احتسبنا الأشغال الثانوية والتهيئة الخارجية. إذن نترككم تتابعون بقية الفيديو. السلام عليكم.